مرة تانية بقى للحديث عن بطولة الدوري، ونبدأ كده في الفترة اللي الفرق واخدة فيها بريك، ولكن البطولة إن شاء الله هترجع سريعا. نبدأ نبص على الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية. بالنسبة لي سلبيا مفيش غير جزئية واحدة فقط، وهي أخطاء حراس المرمى. يمكن الجولة دي شهدت عدد كبير جدا من اللخبطة كده، أو مفيش كيمستري ما بين عدد من خطوط الدفاع. يعني بنشوف الخطأ المشترك ما بين محمد حمدي وأحمد الشناوي وأسامة جلال في مباراة بيراميدز اللي استغلوا رفيق كابو. بنشوف أيضا حارس مرمى فريق البنك الأهلي ومباراته أمام فاركو، يمكن حارس فاركو عبد الرحمن شيكا، والناحية التانية كمان أبو جبل طبعا هي مش ركلة جزاء، ولكن كان في تهور شوية في الخروج. حارس كبير وحارس دولي، بنتمنى له أكيد كل التوفيق في رحلته الدولية مع منتخبنا، إلا هتكون أكيد من خلال تألقه مع نادي البنك الأهلي. يخطأ أبو جبل في الخروج. الناحية التانية شيكا، يمكن خطأ مشترك ما بينه كمان وبين عبد الله بكري، بيبدأوا إن هما بينقلوا الكورة، يمكن دي تبقى تعليمات المدير الفني بالمناسبة، ولكن كان عبد الله بكري عنده حل أفضل ناحية اليمين، إن هو يدي الكورة ناحية الباك رايت أو يديها لرامي صبري اللي كان قدامه، ولكن هو فضل يديها للحارس. الحارس كمان بيكمل الموضوع وبيخطئ اكتر، فبالتالي بيستغلها كريم بابو. مجموعه من الاخطاء فضلت مستمره الحقيقه في معظم المباريات، ولكن في الاخر هذه كره القدم، ودي المتعه اللي احنا بنحاول ان احنا نشوفها. والشيء السلبي ده انا عارف ان هو ان شاء الله في الجوله الثانيه كل الحراس اللي اخطاوا ممكن يكونوا هم كمان مان اوف ذا ماتش ويتالقوا بشكل كبير جدا. ولكن لو هنتكلم على الجوانب الفنيه بقى ونبدا نبص على المباريات، الحقيقه التسع مباريات اللي لعبوا كان كلهم نديه واثاره، كلهم شهدوا تسجيل الاهداف. كان في مجموعه من التعادلات كانت تعادلات إيجابية، ولكن زي الإحصائية كده ما هي قدام حضراتكم، تسع مباريات شفنا تعادل سلبي واحد فقط في مباراة حتى كان فيها جانب هجوم. يعني اتفرج على مباراة الداخلية وطلاع الجيش، كان فيها محاولات من كلا الفريقين، ولكن التخوف والحذر أكيد اللي موجود عند كلاهما يعني، واسباب كتيره جدا. داخليه صاعد حديثا مش حابب يخسر، الكابتن برضو علاء عبد العال كان الله في عونه واخد فرقه واخده او مفنشه رابع الدوري، فبرضو مش عايز يخسر. بالنسبه له التعادل هيكون نتيجه ايجابيه، وان جه الفوز او الانتصار ده بيكون شيء ايجابي اكتر في هذه الامور الفنيه اللي دايما بتبقى عند المديرين الفنيين. نتكلم على الاهداف، 15 هدف سجلوا في هذه الجوله او الجوله الاولى، اكتر فريق سجل اهداف، فبالتالي هو بيحتل صداره ترتيب الجدول العام، هو فريق سيراميكا كليوباترا اللي سجل 3 اهداف كانت موجوده في مباراته امام فرقه المصري بورسعيدي. ويمكن المصري كمان ساعده شويه، ليه؟ لان المصري نازل فاتح خطوطه عايز يهاجم من البدايه. المصري لو كان عايز اي نتيجه غير الفوز اعتقد كان ممكن يامن، فبالتالي جماهير بورسعيد ما تقلقش على فرقه المصري بورسعيدي، مش ده الشكل اللي هيكون ظاهر ويبداوا يخسروا باهداف كتيره جدا، ولكن كان في بعض الاخطاء الدفاعيه، واعتقد الكابتن ايهاب جلال بما لديه من خبرات قادر برضو ان هو يامن فرقه المصري دفاعيا شويه، ويخلي اللعيبه اللي بتطير او عندها حلول هجوميه او المكلفين بالمهام الهجوميه يكونوا قادرين ان هم ايضا يكون ليهم ادوار دفاعيه. لان مش عايز ابص على اسماء بس، اللعيبه اللي انا قلتها في المراكز دي الحقيقه ما كانش عندها الارتداد الدفاعي كويس، فبالتالي شفنا اخطاء في مباراه المصري بورسعيدي. كمان من ظهار الجوله الاولى هي الصفقات، انا قلتها في بدايه الاستوديو التحليلي في احد المباريات، لان كان ملحوظه مهمه جدا، وكان ده في تاني ايام بطوله الدوري، وتوقعت تالق عدد كبير جدا من الصفقات لانه شيء مبشر. ولما بنتكلم عليه كمان بنقول ان الانديه بصراحه في الميركاتو كانت عارفه كويس جدا، معظم الانديه اللي جابت صفقات ونجحت كانت عارفه هي عايزه ايه، واخده لعيبه